تحيه لكم مشاهدينا مع بدايه حلقه الليله من يوميات ستار اكاديمي. مثل العاده الطلاب بالاكاديميه نشاطاتهم كثيره وتفاعلهم مع بعضهم دائما له نكهه خاصه. بحلقه الليله رح نجول على اخبار لتبقوا على اطلاع حول كل شيء جديد بالاكاديميه. بدايه حلقتنا مع صف الرقص مع هادي عواضه يلي تحول الى تحدي ومنافسه. جايز يلا قف رح نشتغل اليوم ما هعلمكم انا شيء انتم حتعلموني ديل لا عاملكم كابل اي نو معكم ربع ساعه لاعطيكم لكل واحد غنيه بدي اشوف الرقصه كامله بلا ما انا اعطيكم ولا شيء بدي اشوف احساس بدي اشوف حركات بدي اشوف قصه رح نبلش اول غنيه رح اشتغل انيس مابل اي هوب انكم بتعرفوها روميو جولييت بليز عندكم بس اعملوا لي كوريوغرافي على الرفران نتفرج على كل رقصة حنشوف أول شيء نفهم إذا فهمنا القصة صح نشوف شو الحركات اللي كانوا ما ضروري نعمله شو الحركات اللي كانوا قادرين نعملهم نرجع نخلصهم رقصتهم ننتقل على شخص تاني أوكي يعني رح نشتغل مع كل واحد ديل ستوري دانس فيلينج هايدي تأثرت كتير خلال الاتصال الهاتفي مع أهلها لما خبروها مدى محبة الناس إلها. ألو؟ ألو؟ إيه ماما؟ حبيبة قلبي وحشاني يا هايدي حبيبتي. وأنت كمان يا ماما وحشتني قوي، أنت عاملة إيه وإزاي صحتك؟ أنا كويسة، المهم أنت حلوة، أنا عايزاك تكلميني كل يوم يا هايدي. والله يا ماما لما بعرف بكلمك على طول. مو انت بتشوفيني؟ انت كويسه وحلوه بس خلي بالك جدعاني كمان بابا معاك اهو بابا معاك ماشي اديني بابا
الو هايدي. ايوه يا بابا وحشتني. النفس يا هايدي النفس. في البرايم ما كانش حلو قوي يعني، ما تزعلوش لو ما جراش حاجه. ما تزعلوش جدعان يا هايدي، شد حيلك وخلي بالك من النفس. حاضر. وشوف الضغط بتاعك جايز يكون واطي. حاضر يا بابا هايدي. حاضر حاضر. بس يا بابا يعني الناس بره بتحبني وكل حاجه حلوه. اه كل حاجه حلوه، بس انت في اخر حاجه معلش، بس جدعانه جدعانه هتبقى حلوه ان شاء الله. حاضر يا بابا. حاضر. ادعوا لي يا بابا عشان خاطر خلي ماما تدعي لي قوي. هايدي ماما ادعي لي يا ماما، ادعي لي. والله بدعي لكم، محمد بدعي لي، وكلمي محمد ضروري، شوفي اي دقيقه كلميه دلوقتي حالا اهو. طيب انا هكلم داليا عشان تفهمني حاجات. بس انت وحشتيني قوي حبيبه قلبي. كل وناس فنانين كبار، ناس فنانين كبار. الله. بصي فنانين كبار، ناس فنانين. في حد بيكلمك بيشكر فيا على فيسبوك وعلى يا حبيبه قلبي. حبيبة قلبي يا ماما، حبيبة قلبي وحشتيني وحشتوني. أشكرك يا ماما أشكرك. وحشتوني أوي يا ماما، وحشتوني وحشتوني. ألو 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 حياتي يا دودو حبيبتي يا روحي. بصي حبيبتي اسمعيني اسمعيني وبيتكلمي بعد كده في الكاميرا أوكي؟ طيب. ما تزعليش، مش بشوفك بتعيطي تاني خالص خالص. لما تعيطي بس تعيطي مني أنا، ما تعيطيش من حد تاني. إيه يعني برايم عدى؟ يعني مره وغنينا وحش مش مشكله عادي. عايزه احيي كل الناس اللي بتدعمني بره وكل الفنانين الكبار اللي بيبعتولي، بجد مش عارفه اشكركم ازاي والله العظيم. وحبيبتي يا داليا حاضر حاضر مش هعيط تاني، وهسمع كلامك يا ماما ومش هسمع كلام حد تاني بره. انتوا بس وحشتوني وحشتوني قوي، يمكن ده هو اللي مخليني حاسه ان انا بتعب. بس لا مش هتعب تاني، وهفضل زي ما انا على طول وأركز في الإيفال وفي الغنى، وإن شاء الله هبقى أحسن بإذن الله. وحشتيني يا داليا، وحشتيني يا ماما، وحشتيني يا بابا أوي أوي أوي. منتابع أخبار الطلاب، صداقة وأخوة عم تنمى يوم بعد يوم بين رافائيل ودينا يلي صاروا عم بيتقربوا من بعض أكتر وأكتر. بعشقها يا رفاق، انت اسمك ايه النهارده؟ الالبوم ده اول ما نزل، اول واحده منزليها على الموبايل انا تعبانه في الالبوم ده. مش كاتب شادي زلمه مش كاتب هايدي كده؟ هايدي صح؟ حاط النقط؟ لا هايدي هي الف هيدي هايدي 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 بموت فيك الف. ها هي الف. بقول لك ايه؟ انا عايز اسمع اغنية. حبيبي عمره ما يغيب.
مخبية عن الناس كلها. أنا أنا سريان، أنا بقى نقطة ضعفها، أنا الحاجة اللي مخبية عن الناس كلها. وأنا أنا بقى نقطة ضعفها، أنا الحاجة اللي مخبي. أيوه أيوه. أفايه كتبت اسمي؟ أنا بدي أكتب لك شيء. أوكي. رفايل ودينا أحلى صداقة. ميرسي. هيدا أنا المرسوم تحت. إن شاء الله. وفين حنان؟ مروان كينجز. هايدي من فضلك الحاجات دي والله ما بهزرش فيها. بليز بليز يا هايدي. ودينا احلى صداقه. ليك حتى لا حتى هاشتاج بس ما بين بالليل نقعد كلنا هون بنحط الطابلو اوكي اوكي هايدي اوكي وكل واحد بيقوم بيعمل وحده مثل هايدي لعشرة اوكي كل واحد شو صفاته بمرة. وين عباس؟ مظاهرة للطلاب شهدتها الأكاديمية، ومطالب المتظاهرين تلخصت باثنين: جلسة السوشيال ميديا وهدايا الفانز. الله يا خيطة والله جميل بحب العرامة. إذا أي واحد طلع من كنترول على الأكاديمية رح نحتاج زراهينة إلا إيجي يا لعضم مو معروف جايز رح نحتجز هلا أو هنات بس يجي لا وصلنا بلس تكون لا كادوير ولا تلفونات مروان فين باي حشومة عليك تنزل لا 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 طول ربطنا لسانك انت شو والله يحشوم عليكم مش اللي بتديروا فيه غنيه وحده شباب غنيه وحده غنوا لهم غنيه وغنيه وحده نشفق لهم قلبهم فيها نقوا غنيه وحده هيدي لا لا شو هو اللي كان الحرامي بعد ممكن نغير الكلام بلا اغنيه يلا شو حلوه بتقطع الموبايل وبتطلع مثلا الهدايا حاجه كده لا ايش كنا عم نقول انا وياك وايهاب هذيك المره رديت تبع المصريه ايوه نسيت لا 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 وبليز يا كنترول شو نحكي شو منقول وبدنا اليوم هدايا اليوم كل طول موجود تحية للعربية يا كنترول نحل ما تفكر ناس ساكتين عندك هدايا لينا واحنا كلنا عارفين أسري ولا سرايا لا أسري ولا سرايا كل الشباب والصبايا عايزين الهدايا كلنا بكرة نومينيه وكلنا نومينيه عالبرايم مش نازلين هل رح تستجيب الإدارة لطلب الشباب والصبايا منعرف بعد البريك منتابع حلقة الليلة من يوميات ستار أكاديمي. إدارة البرنامج استجابت لطلب المتظاهرين وقدروا الطلاب يتواصلوا مع الفانز من خلال تويتر.
زونا زنزونا حنونة كلك أنوثة وجمال ومليون شخص يتمناك. غني لي مزيان وعال وأهديها الأنيسو. خليكم مع بعض. ميرسي زونا. مزيان وعر انت فنان تبل من ترقص على الدان ترقص تخلي الجو ولعان ارقص يلا ارقص يلا جننهم. أميمة بن ساكي يا براك رفعت راس المغرب ما تخليش جمهورك ما تخيلش جمهورك شحال كيبغيك. انا واصدقائك وماماك وفانزك دايرين المستحيل باش ندعموك. غني لي تاكي أميمة. وهاني اللي مشيتي مورك سد الباب يا بتي ولا حيتي غد الدق لعذاب كنت هددني بكلامك انا نسيت غرامك يلا حسب خطواتك وسر الله معاك. ثانك يو ميمه. اشتقنا لسهراتك انت وعلي وانيس. اسمح لنا يا حاج موسى بنسهر بنتك لان بوجود الثلاثي تحلى السهره. غني لي الاماكن لسهر. اوكي ماشي حبيبي. سهيلة طبعا وحشتنا كلنا وحشتني جدا ويا رب ان شاء الله تقوم بالسلامة. الأماكن كلها مشتاقة لك والعيون اللي نرسم فيها خيالك والحنين اللي سرى بروحي وجالك ما هو بس أنا حبيبي الأماكن كلها مشتاق لك. مين هذا؟ عبادي ملكي. ملكي أوكي علي. والله اشتقنا لمرتضى والجلسات مع علوش. آه ماكو مرتضى ماكو ضحكة بصوت أنيس. أحلى تحية أحلى تحية. فراشة الأكاديمية شانتال خليك مع الملك علوش هو أكتر واحد بيفهمك وبيخاف عليك وبيحبك. نورت البدر. نورة البدر أوكي. نورة البدر أوكي سوري. خبر عاجل. دينا بتقول إنها بتحبك واعترفت لحنان بهاش اسألها وراح تعترف لك أنت كمان. أنتوا بتجننوا مع بعض. الله الله. رح نبلش ثابت. لا 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 الله. حلوة الحتة دي. حلوة الحتة دي. استنى استنى بس أنا عارف إن دينا بتحبيني من غير ما تقول لحنان. عارف إن دينا بتحبيني بس ممكن يكون أنتوا فاهمين الحب بطريقة تانية أو هي فهمتها بطريقة تانية. فلكن أنا عارف من غير ما تقول حنان يعني أنا كده كده عارف شعور دينا ناحيتي يعني. دودو ركزي علشان فانزك بيحبك قوي ومستني منك الكتير. سلام البيس وهايدي والبرنس رافائيل. نورهان نورهان على طول رفع راسنا يا فخرنا بنحبك وبنحب صوتك وبدنا اياك تشد الهمه. سلم لي على الكل وغني لي شيء لمروان خوري. برنسس صفا. مرسي صفا. هودي الاغاني غرام سنين هودي دموع وندم وحنين هودي ايامي معاك قلبي اللي بيوجعك انا لولا الهوى انا مين هودي الاغاني غرام سنين هودي دموع وندم وحنين هودي ايامي معاك قلبي اللي بيوجعك انا لولا الهوى ضيعوني انا مين ما بال انت تجنني خلي علي يعلمك خليجي انت موهوبه وترى ايه وترى رفي يحبك ويخليك مع ايهاب وانيس, وأنيس وعلوش وراكي جمهور واسع. رنا انيس الصديق الحقيقي يبان بالمواقف وقف ما بين حدك يبين قد ايش هي تحبك بتخاف عليك حافظ عليها وشدوا حيلكم. ثانك يو رنا.
نسيم نحبوك في كل الحالات، سمين ضعيف طويل قصير ما تبكيش، انت ولد ثورة الحرية والكرامة، جمهورك يموت فيك في صوتك وشكلك. ثانك يو. رافائيل انت فنان راقي بكل معنى الكلمة، والأكاديمية من غيرك ظلام، نحبك هلبا، شد حالك غني لي ليبي وقول عائشة. عائشة 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 هنا 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 ميرسي كنترول هنا 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 خلاص ميرسي كنترول ميرسي كنترول. جلسة السوشيال ميديا تحققت، فهل رح يتحقق الطلب الثاني ويحصل الطلاب على هدايهن؟ منعرف بعد البريك. رجعنا لمتابعة حلقة الليلة من يوميات الطلاب يلي فرحوا كتير لما عرفوا ان رح يستلموا هدايا الفانز. شجعك للآخر، جمالك يا حلوة، بحبك قد الدنيا، إن شاء الله يعجبك my gift. take care حبيبي وركزي على درسك. from your number two fan جنين birthday boy. don't forget my birthday 1 December. okay لا love you. سلمي على أنيس. أنيس رفيقتي بتسلم عليك، اسمها جني عيد. thank you جني. Oh my god. Don't cry, don't cry. Don't cry. I'm not crying. I'm happy. ده كشف من ذاك الاسد. ابويا الله الله ابويا. دقيقه دقيقه. الله 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 الله. انتوا كيف جابوا ابويا؟ ابويا شوف ابويا اعطيني هنا انا ابويا. ابو عبد الله صورتك واصله هنا يا ابو عبد الله. باباك علي. هاي دي. ثانك يو ثانك يو ثانك يو ثانك يو. هيدا جو الطلاب، فرح وتفاؤل وجديد الاكاديميه مطعم علي وعباس. شانتال نسيم، والله احنا زي كل يوم يعني بابا عندنا اوردرات، فبنحاول ان احنا نرضي الزباين اللي موجوده عندنا في الاكاديمي. فاحنا كنا ناويين نتعشى مع بعض لان خلاص يعني كنا خلاص اليوم خلص، وبس جالنا كام اوردر كده عايزين ياكلوا، فاضطرينا ان احنا نعمل لهم. لا ما احنا مش حاجه حلوه قوي. احنا فاهمه الهديه دي يا ماما. لا كمان علي علي قلب بسرعه. جميله اطفي النيرات دي بس عشان عجزت في الزيت يا راجل. حرام عليك حبيبي لسه صح يا راجل. يا راجل ست اسمع، اتوقع انه لسه والله ما لا والله لا والله والله ما لسه. هو انا مش هاكل ولا اي حاجه من الفراخ دي اصلا، مش عايز فراخ. لا هذه الدين على فكره. بس انا وجعتني. طلعوا نايين، كان ناجتس ناي بس ماشي الحال.
المطعم ديالهم بايظ 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 صراحه حيل. اضطريت اني ادفع لهم فلوس يعني عطفا عليهم لانهم لسه بادين، ولكن كل شيء بايظ. جميلة طلع خلاص ايه كمية الفراخ اللي اتحطت دي امس ساعدتنا وحسيتها يعني بنت جدعة تستاهل. ماشي تستاهل. مبدئيا عباس وعلي فشلة في الاكل نهائي. قلت لهم عايز اكل حاجة معاكم في قلب المنطقة اللي احنا فيها دي، عملوا لي الجريمة دي جريمة في حق الفراخ. لا اخر مره طبعا اكل من ايديهم، انتهى الموضوع. انا هعمل لنفسي اكلي، يا اما اطلب حاجه من البنات. البنات مش فشله بصراحه، يعني احنا مش فشله في الاكل، هم فشله ومطعمهم فاشل ومش هناكل من عندهم تاني. خلاص انتهى الموضوع. اول ما اكلت الساندوتش حبيته، بس بالنص ما بعرف حسيت برفلو شويه. ميرسي سلم هديات. فيه شيء زعجني فوصلت للنص وكبيته. وهرجع الزباين تاني، واي حد اي حد قال كلمه وحشه علينا اكيد مش هياكل مننا. ضروري هذا اخر شيء، اكثر شيء ما نعطيه مصره ولا مفكر نعطيه. ضروري تعملين اهم شيء النفس في الاكل. يعني النفس اللي سويناه في الاكل رهيب. واحنا يعني بعد 3 ايام من افتتاح المحل، طبعا يمكن ما اخترناش اسم، كنا مشغولين بالافتتاح. فاحنا بنقول لكم ان احنا اسم المحل ان شاء الله هيبقى محروقات علي وعباس. محروقات علي وعباس. برافو برافو. حلو. ما تنسوا تشاركوا مع سي بي سي لتربحوا اكثر من فرصه لتكونوا حد الطلاب بالبرايم من خلال www.cbc-eg.com. وكمان ما تنسوا تصوتوا لحنان شانتال ودينا وترجعوا وحده منهم على الاكاديميه. حلقتنا خلصت، بكره اخبار جديده مع يوميات الطلاب. باي باي. هاني انا مشيتي مراك سد الباب ابدي ولا حياتي غد الدق لعدم. هاني انا مشيتي مراك سد الباب ابدي ولا حياتي غد الدق لعدم. كنت هددني بكلامك انا نسيت غرامك، يلا حسب خطواتك وسر الله تدني بكلامك انا نسيت غرامك، يلا احسب خطواتك وسر الله معك في عيل واحد.